صباح الخير جميعا. راح أطرح بعض الأسئلة أكثر من ما هي محاضرة، لست هنا محاضرا. أول سؤال، من يستطيع أن يعرف لي معنى كلمة الثقافة؟ أنا لم أطلع على أي تعريف، وأروي قصة بهذا الخصوص. القمة العربية في أحدى اجتماعاتها قررت أن يكون هذا القرن العقد محو الأمية، وعرفت الأمية بالأمية الكتابية والرقمية والثقافية، ثلاث محاور، وأوكلت إلى أمانة الجامعة العربية عملية صياغة برامج لمحو الأميات الثلاثة: اللغة والكمبيوتر والثقافة. شكلت الجامعة العربية فريق عمل من وزراء من وزارات الثقافة والتربية والتعليم العربية، وشرفتنا كمجموعة طلال أبو غزالي بأن نكون في هذه اللجنة، وقمنا بتقديم ثلاث أوراق: ورقة للغة العربية النقية، أي بدون محتوى ديني أو ثقافي أو محلي، لتكون لغة موحدة للأمة العربية. وقدمنا ورقة لمحو الأمية الرقمية من خلال برنامج وضعناه لهذا الغرض. عندما جاء موضوع الثقافة كنت محتار، فجلست أمسيات ثلاثة مع صديق عزيز لي الراحل محمد حسنين هيكم، وتحاورنا في تعريف الثقافة. كيف نعرف الثقافة؟ مش المثقف، أنا بديش أعتدي على المثقفين. الثقافة، وبنهاية هذه الجلسات الثلاثة الطويلة لأمسيات كنت أتحاور دائما معه رحمه الله، توصلنا إلى تعريف أن الثقافة، واختلفوا معي مثل ما بدكم، أنا عم بقول ما اجتهدناه نحن، أن الثقافة هي معرفة القليل عن الكثير. الإنسان المثقف في هذا التعريف هو من يعرف أن هنالك شخص اسمه فولتير، أن يعرف أن هنالك شيء اسمه الاتحاد الأوروبي، أن يعرف أن هنالك قمة للسبعة الكبار، ولكن ليس مطلوبا منه أن يكون خبيرا في كل موضوع. وعلى هذا الأساس أعددنا الورقة الثالثة لمشروع محو الأمية العربية وقدمناه، ونحن الآن في هذا العام سنبدأ بمرحلة التطبيق على مستوى الدول لهذه الأوراق الثلاث، ولكل دولة أن تختار أو ترفض ما تريد، إنما عملنا هو عمل استشاري. هذا أولا. ثانيا، أنا عندما أتكلم عن الثقافة وأردت أن تكون كلمتي هي ثقافة خدمة المجتمع، كما قلت بداية ليس هنالك شيء اسمه ثقافة يستطيع أن نعرفه كما هو موضوع تقنية المعلومات أو الجغرافيا أو التاريخ. ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أننا يجب أن نركز على ثقافات. في الجلسة السابقة سمعنا عن ثقافة المرور، فعلا نحن نحتاج في هذا البلد لثقافة للسير في السيارات في الشوارع، هنالك انعدام لثقافة المرور في هذا البلد. أنا بحكم عملي اللي يفرض علي التنقل في العالم أرى كيف الدول أفرادها هم الذين يراقبوا ثقافة السير والمرور، لأنها ثقافة عندهم، يمنع أي واحد أن يرمي أي شيء، يمنع أي واحد أن يمشي بنص الشارع ولا يلتزم أنه إذا كان بطيء يمشي إلى اليمين إلى آخره. هنالك ثقافة، ولذلك أنا خصوصا بوجود معالي وزير الثقافة جديدة، أنا أتمنى أن نعالج الموضوع من منتهى الثقافات: ثقافة المرور، ثقافة العمل اللي احنا دائما بنشكي من ما يسمى العمل الذي يعتبر أنه غير لائق أو غير مهم أو غير مفيد، ثقافة أن أي عمل شريف هو عظيم، وليس وعمل العامل في المصنع والجرسون في المطعم أحسن مني لأنه يؤدي عملا أهم من عملي.
ثقافة العمل. أيضا هنالك ثقافة أود أن أتكلم عنها وهي ثقافة خدمة المجتمع، وهي تقريبا مفقودة في هذا البلد. هذا البلد تعودنا على أن الرعاية هي للدولة، الدولة مسؤولة تقدم لي كل شيء. حتى لو كنت غنيا أريد أن أقبض راتبي بأي منصب أنا فيه، حتى لو كنت غنيا أريد أن أستفيد من الخدمات الإضافية أي المكرمات الملكية وغيرها، حتى لو كنت لا أحتاجها. هنالك ثقافة، ولا أشعر ولا يشعر الإنسان الأردني القادر على العطاء بأنه مطلوب منه العطاء. إذا أنا قدمت أنا عظيم منيح، لكن هنالك ثقافة يجب أن نخلقها. وأنا لي الشرف بأنني أسست مع كوفي عنان ميثاق ما يسمى UN Global Compact، وموجود على المواقع، على موقع الأمم المتحدة. UN Global Compact وضع 10 مبادئ يجب أن يلتزم بها الإنسان على مستوى العالم. منها، من أحد هذه 10 المبادئ هو ثقافة خدمة المجتمع. وأقول خدمة المجتمع مش التبرع. المؤسف أننا دائما نتكلم عن التبرع وعن العطاء وعن المساعدة. أبدا، احنا عندنا في مجموعة طلال أبوغزالي التي هي المجموعة العاملة الإنتاجية على مستوى العالم كله، نخصص سنويا 50% من ميزانيتنا لخدمة المجتمع. ما بنعطي ولا دينار مساعدة، ولا دينار. لو جاءني من يطلب سندويشة بقول له سامحني، في هنالك من هم أحسن مني في العطاء. أنا عندي برامج لكي أساعدك كي لا تطلب مني مساعدة. كل ما نخصصه وهو 50% من ميزانيتنا يخصص ل 28 برنامج خدمة مجتمع. خدمة مجتمع، لا نقدم تمويل للمجتمع، لا نقدم تبرع، لا في الأردن ولا في فلسطين ولا في أي بلد في الدنيا. هنالك مؤسسات عظيمة نثني على جهودها، مؤسسات خيرية تقوم بهذا العمل. نحن أخذنا خط بناء القدرات من دورنا في خدمة المجتمع، ومن خلال بناء القدرات لكي لا يحتاج المواطن ليطلب مساعدة. فإذا نحن نحتاج إلى ثقافة خدمة المجتمع. الثقافة أنا أتمنى، وخصوصا في أن مثل ما قلت مع الوزيرة الشابة المتحمسة، وفي عهد رئيس وزراء اعتز بصداقته دولة عمر الرزاز، رجل ليس يعني أحتاج لوصفه لأنه الكل يعرفه كفاءة وخلقا ومعرفة وخبرة. لعلنا نقض مسار جديد في الثقافة، وهو الثقافات، ثقافة التعامل في المنزل مع الأهل والأطفال. أما أن نتكلم دائما عن الثقافة وكأنها شيء واضح لن يؤدي إلى نتيجة. إذا كنا، وأنا مشكلتي أني أأتي من قطاع الأعمال، قطاع الأعمال عندنا دائما البوتوم لاين. ما هو الهدف؟ أن نتكلم ونحكي بالثقافة؟ لا، أنا أريد نتيجة من حديثي عن الثقافة. ولا تتحقق هذه النتيجة إلا إذا جزأنا الثقافة إلى ثقافات، وأنشأنا فرقا ولجانا تبحث كل ثقافة من الثقافات. وقد تكون 50 أو 100 ثقافة كلها ثقافات. ثقافة الحكومة، كيف على الحكومة، ثقافة الحكومة والمواطن، كيف يجب أن تكون علاقة الحكومة والمواطن، هذه ثقافة. ماذا أطلب من الحكومة وماذا على الحكومة أن تعطيني أو تطلب مني. نحن نحتاج إلى تطوير ثقافات في مجالات أعمالنا كلها. أنا لن أطيل لأني أنا هنا لست إلا رئيس، وإن كان كرمني معالي السماوي اللي هو استضافني وأشكره جيريس بيك على هذه المكرمة لي لأن أكون مع جمهرة المثقفين. أنا لست لا أخذ دور لا المثقف ولا أي ولا أسمي حالي مثقف، إنما أنا أؤمن بالثقافات، أؤمن بثقافة التعليم. ما هي ثقافة التعليم؟ وأنا هذا اهتمامي الأول الآن. أنا الآن أعمل على تغيير ثقافة التعليم، ليس في الأردن فقط، في كل العالم، وذلك من خلال التحول إلى أن يصبح التعليم ليس لتخريج متعلمين. منخرج متعلمين ليش؟ وأنا قلت هالكلام في جامعة هارفارد يوم 16 الشهر الماضي، وفي جامعة MIT يوم 15 من الشهر الماضي. قلت أنتم بتخرجوا طلبة ممتازين، بس ليش بتخرجون؟ لا يبحثوا عن وظيفة؟ ليأخذوا مناصب؟
ألم تتعلموا أن أغنى وأهم مثقفي العالم ومعرفيين العالم تركوا الجامعة لأنه لم يجدوا فيها ما يطلبونه؟ لأن الجامعات تدرسك ما هو موجود على الإنترنت، ما في شيء، ما في أستاذ يستطيع أن يضيف علما جديدا عن ما أنا أستطيع أن أحصل عليه. أن نستمر بطريقة التعليم الحالية التي هي تلقين لما هو ملقن، أنا مش محتاج أروح الجامعة، أنا تخرجت على هذا النظام الفاسد، ولكني علمت نفسي أن أخرج منه، وعلمت نفسي أن أتحول إلى ما أسمي نفسي إذا بدك تعريف إلي، لا مثقف ولا رجل أعمال، أنا عامل معرفة، أنا أعمل يوميا على معرفة المعرفة وعلى تطويرها لتصبح ثروة. ولذلك إحنا ابتداء من أكتوبر هذا حصلنا على ترخيص نشكر عليه وزارة التعليم العالي لأول جامعة من نوعها في الدنيا، لا تخرج متعلمين بل تخرج مخترعين. أنا في هذا البلد إذا طلع عندي مخترع واحد مخترع معرفي يستطيع أن يغني البلد أكثر من مجموع ناتجها القومي كله. جوجل اليوم، ما هي جوجل؟ جوجل هي برنامج، اختراع برنامج كمبيوتر. ما هي فيسبوك؟ برنامج كمبيوتر. كل الاختراعات العظيمة التي أصبح حجمها اليوم، جوجل حجمها اليوم، مشان نوضع بذهننا أهمية المعرفة وخلق المعرفة وصنع المعرفة، جوجل اليوم 850 مليار قيمة شركة، ليس فيها بضاعة، ليس فيها مواد أولية، ليس فيها مصانع، ليس فيها ثروة، هي تصنع المعرفة وتبيعها. 850 مليار، الأردن ناتج القومي 40 مليار، تخيل شركة معرفية، اختراع واحد كم هو بالنسبة لحجم الأردن وحجم المنطقة العربية كلها؟ وهنالك 4 شركات لعلمكم الآن معرفية تتنافس من منها سيصل في عام 2020 أولا من السابق، منافسة ريس مثل منافسات كرة القدم، من الذي سيصل إلى تريليون قيمته؟ تريليون، ما فيش في الدنيا إلا 4 دول حجمها، دولتين عفوا حجمهم تريليون، حجم الاقتصاد، شركة يصبح حجمها بحجم الاقتصاد العالمي الكبير تريليون، 1000 مليار. فإذا في هذه الكلية نحن لن يتخرج الطالب بامتحان، يتخرج باختراع، وإذا لم يخترع، وكل اختراعات رقمية، ما في إيدين وماكينات وتركيب، لا، كلها أريد برامج، لأن الثروة في المستقبل هي لصنع المعرفة. فإحنا سنخرج ونساعد طلبة كيف يخترعوا اختراعات رقمية، وأنا سأصدر إن شاء الله الشهر القادم كتاب عن مستقبل العالم في ظل عصر المعرفة ومستقبل التعليم وكيف يجب أن يتغير التعليم. أنا طولت عليكم، ولكن فرصة لأتحدث إلى مثقفين لينشروا ثقافة التغيير. نحن لا نحتاج إلى وزارة ثقافة بمعناها التقليدي، لا نحتاج إلى مثقفين بمعناهم التقليدي، لا نحتاج إلى مدارس وجامعات بمعنى، إلى شركات بمفهومها التقليدي، نحتاج إلى ثقافة هذه الشركات، ثقافة الحكومة، أن تكون الحكومة حكومة تثقيف من خلال تغيير مفهوم الثقافة، وأن نكون نحن في قطاع الأعمال عامل لدعم التغيير هذا من خلال أداء واجبنا كرجال أعمال في دعم التغيير الثقافي في هذا البلد. شكرا جزيلا لكم. الآن أقدم، واتفقنا أنه ما نضيعش وقتنا بخلفيات وشرح، كل واحد فينا إذا في عصر المعرفة له موقع إلكتروني وموجود معلومات عن المتحدثين على مواقعهم الإلكترونية. الدكتور حكمة النوايسي تكلم وتفضل، وأرجو أن تكون حنون علي، أنا تكلمت من قلب طيب وليس من انتقاد، إنما منه من محبة التغيير. أنا إنسان قضيت حياتي كلها أغير في كل شيء، وغيرت في مهنة المحاسبة على مستوى العالم وفي مهناتي الأخرى التي أمارسها، أؤمن بالتغيير لأنه التغيير هو الطريق للنجاح.